السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قال تجار ومالكو شاحنات إن سلطات الجمارك في العاصمة صنعاء تحتجز شاحناتهم مطالبة إياهم بدفع مبالغ مالية للسماح لهم بإدخال هذه البضائع للأسواق، متهمين القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المعين من قبل الميليشيا بعرقلة تسيير أعمالهم وتجاراتهم. في هذه الحلقة سنتوقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين: علاقة ما تقوم به سلطات الجمارك في صنعاء بشبكات الفساد التي تديرها الميليشيا، وحقيقة الحصار الذي تدعيه الميليشيا على السواحل اليمنية. في حين لم تتوقف سلطة الميليشيا عن الحديث عن حصار تجاري تفرضه قوات التحالف العربي على السواحل اليمنية، وتلقي بكل تبعات الأزمة الاقتصادية القائمة حالياً على ذلك الحصار، تشير الشواهد إلى أنه ما من حصار فعلي على المواطنين سوى ما تنفذه الميليشيا في الداخل. منذ أشهر تحتجز سلطات الميليشيا عدداً كبيراً من الشاحنات في مراكز الجمارك بالعاصمة صنعاء، مانعة إياها من الدخول بسبب رفض مالكها دفع المزيد من الأموال بعد تسليم رسوم الجمارك في المنافذ التي دخلت منها هذه البضائع، وهو ما يضاف إلى سلسلة أحداث كشفت عنها تقارير سابقة تتحدث عن احتجاز الميليشيا لشاحنات تجارية في ميناء الحديدة مانعة إياها من الدخول أو فارضة على مالكها بيعها لمسؤولي الميليشيا. إذن مشاهدينا سنبدأ النقاش، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. في اللحظات التي تلقي فيها سلطات الميليشيا بتبعات الأزمة الاقتصادية القائمة على ما تسميه حصارا تفرضه قوات التحالف على السواحل اليمنية، تظهر الحقيقة أن هذه الأزمة من صنع سلطة الميليشيا بالدرجة الأولى. هنا في مصلحة الجمارك بالعاصمة صنعاء تحتجز السلطات عددا كبيرا من شاحنات البضائع منذ أكثر من شهر، فارضة على مالكها دفع مبالغ إضافية قبل الإفراج عنها، ويبدو أن البضائع التي تحملها هذه الشاحنات لن تصل إلى السوق قبل تلفها. يقول مالك هذه الشاحنات إن الجمارك في صنعاء تشترط دفع مبالغ مالية للإفراج عن بضائعهم، متهمين القائم بأعمال رئيس المصلحة المعين من قبل سلطات الميليشيا بإصدار قرارات بمنع خروج البضائع وعرقلة استمرار عملهم التجاري، فيما يؤكدون أنهم دفعوا مسبقا الجمارك المستحقة على هذه الشاحنات عند استلامها في ميناء عدن. في اللحظة التي يجد اليمنيون أنفسهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة امتداد الحرب لأكثر من عامين، حولت الميليشيا كل شيء إلى وسيلة للتربح لمصلحة أفرادها وقياداتها، تاركة اليمنيين يواجهون مصيرهم بأنفسهم، صارفة أنظارهم نحو ادعاءات لا يسندها الواقع عن حصار تفرضه قوات التحالف العربي التي تغلق المياه الإقليمية اليمنية لمنع وصول الأسلحة للميليشيا من حلفائها وداعمها، فيما تشير الكثير من الوقائع أن الميليشيا هي من تحتجز شحنات البضائع إما في ميناء الحديدة أو عند وصولها إلى العاصمة صنعاء، وهذه ليست المرة الأولى. إذن مشاهدينا، لبدء الحديث حول هذا الموضوع سينضم إلينا من صنعاء أحد التجار. مرحبا بك أخي. في البداية لو يعني تقول الأنباء الواردة من صنعاء أن سلطات الميليشيا تقوم باحتجاز شاحنات البضائع التابعة لكم وترفض الإفراج عنها إلا بعد دفع أموال إضافية، حدثنا عما يحصل بالضبط. حلات التجار بنستورد من الخارج يعني بضائعه وتوصل للقاطرة جمرك في شحن في المنفذ الحدودي أو في الوديعة. نعم. جمرك عادي كل مرة. يعني تدفع الرسوم بشكل طبيعي ويتم دخول هذه البضائع بشكل رسمي، ما الذي يتم في مداخل صنعاء؟ داخل صنعاء بتدخل تحتجز في حبس الجمارك مرة ثانية وندفع الرسوم مرة ثانية. يعني يطلبون جمارك بأي مبرر وأنتم تملكون يعني سندات بدفع الضرائب والجمارك الخاصة بهذه البضائع؟ المبرر على الاختلاف بينهم بين السلطات حق أصحاب المنفذ الحدودي، يعني هناك سلطة وهنا سلطة وأنا ما يسدوش. هم يتعاملون بأن المشكلة هم يتعاملون بأن لا علاقة لهم بما يدفع في المنافذ. أيوة، كل واحد يشتري إيرادات من حين قالوا البنك المركزي وإحنا بنعاني من هذا المشاكل. نعم، هم يتعاملون أنكم تدفعون هذه المبالغ إلى دولة أخرى وليس لهم، يعني ليست محصلة بشكل شرعي. المهم هو هذا اللي بيحصل، إحنا بندفع المشكلة مرتين، الحين بنجمرك مرتين، بنتضرب مرتين،
غنى هيك عن الطريق، يعني الطريق كانت من ربلا هنا 3 ساعات ولا 4 ساعات، الآن قريب 24 ساعة. نعم. إذن كيف تتعاملون أنتم مع هذا الوضع؟ ما نتعامل، احنا مضطرين، ايش نسوي؟ لا البضائع حقنا تخرب في الحوش. نعم. تضطرون لدفع اموال للطرفين. للكل، ايوه. ما تاثير ذلك على الوضع يعني وضع التجاره داخل البلد؟ يعني بيرتفع السعر، بيرتفع سعر السلعه ويتحملها المواطن. او نضطر ان احنا نخسر وما بش فايده. نعم، إذا أشكرك جزيلا على الإيضاح. سينضم إلينا الآن أيضا تاجر آخر من المتضررين من هذه الإجراءات في صنعاء. مرحبا بك أخي، يعني لو تضعنا في صورة مختصرة لما يحدث في المنافذ الجمركية في صنعاء. والله إجراءات عسفية تتخذها محافظة رقابة صنعاء. نعم. في إجراءات تعسفية للتاجر، بحيث يقومون اول شيء الغاء الاتفاقيه العرضيه الاي تي زد المتفقه عرضيا على خصم 48% من المنفذ الجمركي من ميناء عدن او من ميناء حديده. نعم. فقاموا بالغائها وضافوا علينا الشيء الذي يسهل للمواطن او يرخص له السلعه التي نقدمها له، فهذا اضاف عبء جديد على المواطن وعلى المستثمر الذي هو بيدور الربح او اضيقوا على التاجر بشكل كبير يعني. نعم، لكن سيدي انتم تدفعون المبالغ او تحصلون هذه الجمارك يعني الضرائب بشكل رسمي بالمنافذ الصحيحة، ما المبررات التي تستند عليها سلطات الميليشيا في صنعاء يعني لطلب دفع هذه الجمارك مرة أخرى؟ لا يوجد أي مبرر، مبررهم الوحيد أن الإي تو زد تم إلغائها، الإي تي زد الاتفاقية العربية، وأن هناك كميات زائدة أو لا يتم أخذها في المنافذ الجمركية. نعم. وهذا شيء مغلوط، واكثر من معي اكثر من قاطره تدخل لها عندهم وهي سليمه، لا فيها كميه زائده. نعم. ولا فيها حتى الاتفاقيه العربيه، اذا في معانا القرار الجمركي من الاستثمار. نعم. ياخذوا عليها مبالغ اقل القليل، وتطلع علينا 200,000 300,000 بدون اي مبرر. وغير ذلك يعني الطريق اول او قاموا بدفع ايضا للعسكر النقاط مبالغ ماليه بحيث انهم يحجزوا القاطره من اي نقطه من اي نقطه من الطريق واخذها عنوه وتعسفا الى جمرك رقابه صنعاء. نعم. وعطي مميزات التاجر الذي يدفع اكثر يخلوه خارج الحوش، والذي ما يدفعش يدخله داخل الحوش، بحيث تكون اجراءات صعبه. هناك 3 معاينين فقط في الجمرك تنتظر حين تخرج قاطرتك من يوم الى 3. نعم. ايام. نعم سيد، افهم من كلامك هذا ان هناك بعض الاستثناءات تتم عبر المعرفه الشخصيه او تجار مقربين منهم ويتم الاعفاء، ام ماذا؟ اكيد اكيد، ايوه، في وساطات هناك ومقربين، سواء ابو يحيى او ابو فلان. نعم. يعني وساطات كبيره تدخل فيها، ويا اما تخرج بدون اي مقابل ولا بدون اي شيء، وتاسف واعتذار للشخص الذي يعني موالي لهم او شيء. اما الشخص الذي هو يعني تاجر مسكين يعني يطلب الله يشتغل، يدي معه موظفين، معه يعني كل حاجه بتاثر على التاجر هذا المسكين الذي لا نعم. توجد لديه وساطات او ليس منحاز للسياسه هذا. نعم، منذ متى بدات هذه الاجراءات التي تتخذها الميليشيا ضد التجار في صنعاء؟ منذ تقريبا بالطلوع حقهم باسم القرار هذا مع يحيى الوسطى من 7/11/2016 بإلغاء الاتفاقية العربية. نعم. وأخذ قرار لجميع المنافذ منطقة صنعاء.
نعم فقط، يعني منطقة صنعاء فقط بإلغاء الاتفاقية في يوم واحد فقط. أما أنهم يفعلوا له يعني مجال للتاجر أنه يسوي احتياطاته أو يبطل يجيب مواد أو يرسم عليها هناك، يعني ما 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 يوم واحد فقط قرار خرج، وأعتقد أنهم يعني 7/11 معاكم نسخة منها، 7/1 قرار يحيى الأسطى ونفذوه في 9/11. نعم، إذن أنتم كيف تتعاملون مع هذا الواقع؟ يعني لديكم بضائع محتجزة في المنافذ الجمركية، هل تدفعون أموال إضافية لإخراجها، أم أن يعني أنا أتحدث عن معظم التجار، أم أن بضائعهم ما زالت يعني موقوفة في الجمرك؟ والله يخرجوا بعض التجار زي ما انا اسير اتابع واسير يعني الاحق من موظف الى موظف، ولو سمحت يعني تعبونا يعني اقل حاجه 3 أيام تقعد القاطره هناك محجوزه لا بدون اي مبرر، يجي المعاين يشوفها سليمه فيها اي تو زد الاتفاقيه العربيه ياخذ حقها ماشي يعني خلاص مغلوب على امرنا، يا اما ندي الفلوس يا اما الناس تجلس القاطره محجوزه عندهم بدون اي مبرر، يا وتتلف البضاعه في حاويات دجاج، يعني يفترض في حاويات تكون بضاعه غذائيه. يعني نفهم ان معظمكم سيدي مضطر لدفع هذه المبالغ واخراج البضائع. هو ما معنا الا احد الخيارين، اما هذا ان تفلت قابرتك وتخليها عندهم. نعم. يعني مرميه في الحوش، او انك تدفع غصبا عنك يعني اجراء تعسفي على المبالغ المطلوبه بدون اي مناقشه معهم. نعم، وهذا ما يضطركم الى رفع الاسعار ومن ثم المعاناه يتكبدها المواطن. اكيد انا يعني اكيد اي تاجر اي مبالغ اضافيه في بيضيفها فوق الدفعه ودفعة الحالية الذي بيجيبها بترتفع السعر، ويعني حتى الدولار يعني مش مستقر يعني، وما يأثر انه يزيدوا على المواطن حتى لو ما دخلت القاطرة قدروا بيزيد عليه على اساس يتخذها سبيل في تجار جشعين، حتى لو ما دخلت حتى خلاص قدروا بيرفع. نعم، إذن اشكرك جزيلا على الايضاح احد التجار، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن الكاتب الاقتصادي من مدينة عدن محمد الجماعي. سيد محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. سيد محمد، تتحدث أو يعني تقوم سلطات الميليشيا باحتجاز شاحنات البضائع الداخلة من ميناء عدن وتجبر مالكيها على دفع أموال إضافية بعد أن يكون هؤلاء التجار قد دفعوا في ميناء عدن، ما المبرر الذي يعني يتم الاستناد إليه في هذا التصرف؟ في الحقيقة هناك موارد جمركية تصل إلى أيدي ميليشيا الحوثي من الحديدة، وهذه الموارد شيئا فشيئا يشعرون أنها ستسحب من أيديهم عندما تقرر الحكومة في نهاية المطاف أو في وقت يحسبه الجميع متأخرا تحويل طرق الملاحة من الحديدة إلى ميناء عدن. هذا سيفقدهم موارد كثيرة، وبالتالي يشعرون الآن أن أي بضاعة تصل إلى ميناء عدن أن مواردها للحكومة الشرعية وسيفقدون منها ما يستطيعون، فيعملون بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية وغيرها، لأن اليمن ليست لديها إلا حدود واحدة مع الخارج، ليس هناك دولتان حتى نقول يعني أنه يأخذ من هذا المنفذ ويأخذ من ذاك المنفذ. هناك لكن من خلال هذا التصرف يعني نفهم أن سلطات الميليشيا لا تعترف بالمؤسسات التي تديرها الشرعية، أو كأنها تعتبرها دولة أخرى. نعم، وهذا خلاف أيضا ما يرفعونه من شعارات أنهم يعني يحرصون على مصلحة اليمنيين جميعا، أو أنهم يعتبرون البلاد كلها بلاد يعني واحدة وذات منفذ واحد وحدود رسمية معترف بها دوليا. نعم. ولكن هذه المخالفة دعني أقول أنها أيضا من أعمال عصابات داخل الميليشيات نفسها لا تريد أن تفوتها كثير من الموارد، وربما يعني يعاقبون بعض التجار ويتركون البعض الآخر الذين ينتمون إليهم. لكن دعني أقول لك أن
الحكومه متجهه في الفتره في الاونه الاخيره للضغط على ميليشيا الحوثي انه انظروا ولو مره واحده لمصلحه اليمنيين ودعونا نتشارك. هناك اجراءات ربما تتخذها الحكومه لكنها تضر بالكثير من اليمنيين، والا لماذا يعني تركناكم فتره وانتم تديرون البلد بمواردها وتعاملنا معكم كجهه من الجهات التي تسيطر على يعني منافذ التجاره وعلى الموانئ والمطارات وكنا ناخذ الرواتب من ايديكم، لكن الان عندما اساتم التصرف وانهار البنك المركزي واخذنا انقذنا اليمن وليس انقذنا الحوثيين، تقول الحكومه بانه يجب على الحوثيين ان يتصرفوا بشهامه على الاقل في هذا الموضوع وان يعني يرسلوا الموارد الى بنك عدن حتى تستطيع الحكومه ان تصرف الامور في صنعاء وتدعمها. اما ان ياتي خيار مثل هذا وتبدا الميليشيات يعني باجراءات جمركيه داخل البلد وعلى عده منافذ، فهذا مما يضر بالتجاره ويضر حتى بصنعاء نفسها وبساكنيها وبالذين يحكمونهم. نعم. ميليشيا الحوثي. نعم سيد محمد، يعني تحدث احد التجار كان ضيفا لنا قبل قليل عن قيام يعني القيام بالغاء الاتفاقيه الجمركيه العربيه، يعني ماذا يعني ذلك؟ ليس لهم في الغاء اي اتفاقيات من هذا النوع، هذا الحق من حق الحكومه الشرعيه وله اجراءاته، حتى الحكومه لا تستطيع ان تقوم به منفرده الا اذا يعني قامت بالاجراءات الواجبه، لكن جمارك المنفذ الواحد كما يعرف الناس من اي منفذ دخلت في اي مكان في البلد هذا هو المتفق عليه، حتى شيئا فشيئا لتتحرر التجاره الدوليه ويعني الحفاظ ايضا على ما يوجد في البلد من مصانع ومتاجر وصناعات وغيرها. هذا الالغاء يعني لم يشهروه الحوثيون حسب علمي حتى الان، لم يشهروه ولانه يعني ستجري ضدهم عقوبات كبيره، وبالتالي اعتقد ان ما قاله التاجر قال هو اليوم واحد فقط ثم ايش؟ تركوا العمل بهذا الالغاء، معنى ذلك انهم كانوا يريدون ان يعني يمرروا سياسه معينه من قبلهم ليس الا. نعم، إذن ابقى معي سيد محمد وسأشرك معي بالنقاش من القاهرة، سينضم إلينا الصحفي غمدان اليوسفي. مرحبا بك سيد غمدان. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد غمدان. تتحدث سلطات الميليشيا في صنعاء عن حصار تفرضه قوات التحالف العربي على وصول المواد التجارية والغذائية إلى البلد، فيما يقول التحالف أن الحصار لا يشمل سوى ما أقره القرار الأممي 2216 وهو منع شاحنات السلاح للميليشيا. ما هو الواقع القائم فعليا؟ يعني اولا هناك يعني عده قضايا في هذا السياق، يعني بالمجمل لا يوجد هناك حصار، هناك اشكاليه ربما متعلقه بميناء الحديده، يعني هي اشكاليه عدم وجود يعني ربما استهدفت الرافعات، اربع رافعات في ميناء الحديده، ربما هذه فقط تعمل على تأجيل تفريغ الشحنات، لكن لا يوجد أساسا إيقاف للواردات إلى البلد بكافة فروعها سواء النفطية أو الغذائية أو ما إلى ذلك. هناك الإشكالية الكبرى الآن والجوهرية هو الصراع القائم بين يعني زعماء السوق السوداء والذين يستطيعون توريد كل شحناتهم عبر ميناء رأس عيسى وليس ميناء الحديدة، بينما يعني يتم تأخير الشحنات من إنزال حمولتها في ميناء الحديدة والتي تستمر يعني لأشهر. أعتقد أنه نحن يجب العودة إلى ما تفضل به الزميل الراحل محمد العبسي، كان قد تحدث عن شحنات يعني لشركة النفط، هذه الشحنات وصلت إلى ميناء الحديدة وبينها تسع سفن استمرت في ميناء الحديدة لستة أشهر لم يتم تفريغ هذه السفن، بينما تم خلال الفترة ذاتها تفريغ أكثر من 20 سفينة في ميناء رأس عيسى لرجال أعمال ثانيين، يعني بينهم رجال أعمال
جدد بينهم عبد الله الوزير بينهم، يعني هذه الأسماء وردت في تحقيق الزميل محمد العبسي. نعم. وهو الذي كشف يعني جوهر الإشكالية، يعني بين أن الشحنات التي هي تتبع شركة النفط اليمني والتي يفترض أنها يعني تنزل في الأسواق بالأسعار الرسمية الأسعار المعلنة، يعني يتم تأخيرها ويتم عدم تفريغ هذه الشحنات، ويتم يعني أيضا هناك استهداف لأشخاص يعني تجار. أعتقد أنه هذه الإشكالية متعلقة أيضا بعمار فتحي توفيق، بعمار توفيق عبد الرحيم عفوا، وهو الذي ما زال معتقلا على حد علمي لهذه اللحظة، لست متأكد أنه أطلق طرحه أو لا، وهو الذي يتولى التوريد لشركة النفط، وهو شركته التي تعاقدت مع شركة النفط. يعني كل هذه التفاصيل تدل على هذا الصراع القائم بين ميناءين في الحديدة، وكل طرف يعني وكل ميناء هو أساسا يتولى يعني العمل فيه مجموعة من تجار السوق السوداء. إذن الإشكالية هي إشكالية صراع مصالح وليست إشكالية حصار دولي، صراع مصالح في داخل الجماعة نفسها وليس يعني وليس بينها وبين التحالف، وليس بينها وبين الحكومة الشرعية، ليس بينها وبين أي طرف. يعني الموضوع الآخر، يعني هناك الواردات التي تأتي أيضا من عدن يعني تصل إلى العاصمة صنعاء، لا يوجد أي إشكالية، ليس هناك لا نقص في الغذاء ولا نقص في الدواء ولا نقص في، يعني أتحدث عن أكبر تكتل سكاني في البلد وهو العاصمة. نعم. صنعاء، يعني لم يعني أعتقد أنه كلنا متواصلين مع يعني مع أقاربنا وأصدقائنا في العاصمة صنعاء. نعم. لا يوجد، يعني بالعكس، يعني أمور يعني ماشية يعني على أعلى مستوى من الإيرادات، ولا يوجد فيها إشكال. الإشكالية الآن في البنك المركزي الذي ليس لديه تلك الاعتمادات التي يعني يمكن للتجار الاعتماد عليها وشراء صادراتهم. لكن سيد غمدان، يعني أيضا هو كانت تقارير قبل عام تحدثت عن أن الواردات التجارية قد عادت إلى طبيعتها قبل الأزمة، لماذا لم تنخفض قيمة السلع في الأسواق حتى الآن؟ قيمة السلع في النهاية هي مرتبطة بالدولار، يعني كما نعرف، وكما نعرف أيضا أن قيمة الدولار يعني انخفضت بما يقارب 30% في السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار هو مرتبط بهذا الأمر، خصوصا أنه نحن نعتمد على يعني في معظم حياتنا اليومية على الواردات، وبما فيها حتى الصناعة المحلية أيضا هي معتمدة على المواد الخام التي أيضا يتم شراءها بالعملة الصعبة. يعني هناك إشكالية في العملة الصعبة، وليس هناك إشكالية في مسألة يعني الحركة الموانئ أو الحركة التجارية. يعني الإشكالية في عملية الإدارة المالية بشكل عام للبنك المركزي ولتوفير العملة الصعبة في داخل البلد، يعني هنا الإشكالية الأساسية. وأما بالنسبة للحصار، أنا قد يعني كنت كتبت في العام الماضي في مثل هذا الشهر، يعني كنت أتحدث عن أكذوبة الحصار الدولي، وأنه لا يوجد يعني حصار بهذا المعنى، بقدر ما يوجد يعني بقدر ما يوجد عصابات، يعني سوق عصابات يتضاربون على على الواردات في الأسواق في البلد. نعم. نعم، إذن أشكرك جزيلا الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر الصحفي والكاتب الاقتصادي سيد محمد الجماعي. يعني سيد محمد، اقتصاديا يعني ما تأثير تصرفات الجمرك الذي يتبع الميليشيا، ما تأثير هذه التصرفات التي يقوم بها؟ تفضل الزميل غمدان. أنه تضرر الناس نتيجة التصرف العصابات، وأشرت إليها أيضا في بداية حديثي، أن يعني هناك عصابات داخل هذه الميليشيات تقوم بكل ما يخدم مصالحها فقط، فتسمح لما يمكن المرور به من خلال كل المنافذ، ولا تسمح لأطراف أخرى. هذا ما يحدث. قبضات الإيرادات من ميناء الحديدة، هذا أول ما يشكو منه التجار اليوم، وحلقتكم التي تناقشونها اليوم هي أولى الخسائر التي يعني ممكن أن تقال في هذا المجال. نعم. لأنه عندما تتصارع المصالح في الموانئ وفي المنافذ، يتجه الناس إلى ميناء للاستيراد من ميناء عدن، كونه مضبوط بأيدي الشرعية وتحت سلطة واحدة، وبالتالي وأيضا هناك تخفيضات حسب ما علمنا
في 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 الجمرك، وفيتجهون الى هذا المنفذ. لماذا سيتركون منفذ ميناء الحديده او ميناء الصليف او غيره من المنافذ اذا كانت الامور فيها ميسره ومسهله وبسيطه؟ ومثل ما تفضلتم ايضا لا يوجد هناك اي حصار، وباعتراف الامم المتحده نفسها الامور في صنعاء تجري في اعلى احسن ما يرام من خلال دخول كل المواد وتوسع الاعمال التجاريه بشكل كبير جدا، وهذا يدل على انه لا يوجد حصار من ناحيه يعني. وتطرق ايضا الغمدان الى موضوع الزميل محمد العبسي، وهو كان موضوع مهم جدا عندما الموانئ تقدم ما يخص الميليشيات او التجار التابعون او الموالين لهم وتترك بقيه التجار، عندها يعزف الناس عن هذه الموانئ، وبالتالي الخسران الاول والاخير هو المواطن، لان التاجر الاخر سيستفرد بالسوق ويحتكر الماده لديه ويبدا يبيع باسعار غاليه. نعم سيد محمد، يعني كل هذه التصرفات يعني الحاصلة في جمرك صنعاء مرتبطة بشبكات الفساد التي تديرها سلطة الميليشيا في صنعاء. نعم نعم، يعني هذه التصرفات هي لها ارتباط بشبكات الفساد التي تديرها سلطة الميليشيا في صنعاء. فمثلا يعني أحد التجار يتحدث أن هناك استثناءات للكثير من التجار المقربين من الميليشيا بمرور بضائعهم دون أي إجراءات، بينما تقام هذه الإجراءات على البعض الذين لا يمتلكون أي ظهر في هذه الميليشيا. نعم، يعني تقارير صدرت ودراسات في هذا الموضوع قبل هذه الحلقه بشهور كثيره. تقرير الصاعدون الجدد الذين استفادوا من اطاله امد الحرب، ايضا هناك تقرير الحوثيه الاقتصاديه وسياسه استرقاق المستقبل من خلال، حتى لو فشل الانقلاب هم يعدون العده يعني قياده البلد من خلال الاقتصاد ومن خلال تهيئة المجال للصاعدين الجدد وكذلك لتجار يتبعونهم بحيث يملكون القرار الاقتصادي. دعني أقول ما هو أبلغ من ذلك، الصحافة اليمنية وخاصة المواقع تعج بكل جديد من ناحية الاستثمارات والأموال التي تم تبييضها بعد نهب البنك المركزي ونهب موارد البلد. يتم تبييض الأموال الآن في صنعاء من خلال مولات جديدة وشركات وأعمال تجارية ضخمة جدا، وهذا يعني في وقت يدعون فيه الحصار للبلد ويدعون فيه أن التحالف يحاصر الموانئ ويحاصر البحر، فيما هناك أعمال تجارية كبيرة يقومون بها داخل صنعاء، حتى لدرجة أن أحد الزملاء قال أن ماركة الصمود بين قوسين الصمود، وهو العذار التي غالبا ما يستخدمها الحوثيون في حربهم وفي شعاراتهم حتى في ساحة التغيير، كان يعني مخيماتهم تحت مسمى الصمود. ماركة الصمود الآن هي الأكثر اشتهارا في صنعاء، لوحات معلقة ويعني في أبواب الشركات في أبواب المحلات في أبواب البقالات والسوبر ماركات الكبيرة الجديدة تحمل ماركة الصمود أو الأسماء القريبة منها، وهذا واضح على أن هناك يعني تبييض أموال يتم داخل صنعاء وخلق طبقة جديدة من التجار الذين يسعون لاستغلال الحرب الموجودة الآن. نعم. وإطالة أمدها وبالتالي ليستفيدوا من استغلال. وضحت الصورة سيدي. نعم. مصطلح يعني واضح جدا. نعم وضحت الصورة الكاتب والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من القاهرة الصحفي غمدان اليوسفي، وأيضا من عدن الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، والشكر أيضا لانضمام تاجرين من صنعاء انضموا إلينا ووضحوا ما هي الإشكالية القائمة في جمرك صنعاء. إذن مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.